مشاكل الأزواج يا ناس لازم يكون ليها حل. عيب علينا يا ناس نعيش كلنا في ذل زوج أو زوجة أو أبوهم أو أمهم أو أولاد بسبب هذا الهم. إحنا يا ناس أصحاب عقول تقدر تخلي العيشة فل لو الزوج فهم إن زوجته سيده في المجتمع مش شغاله هي عنده. دي شريكة حياة، الحياة من غيرها تموت. بتبدأ معاك هي حياة في تأسيس أسرة عشان الكون يعمر وتستمر الحياة، ويلزمها بصراحة كل الحرية اللي زوجه يدهله زيه بالظبط في كل شيء ما تقل، ويحترم أهلها بشدة إذا كان محترم وابن ناس فل، وينسى ثقافة السيد دي ثقافة خايبة يا ناس قديمة. في وقتنا اللي احنا فيه تضل والزوجة تفهم ان زوجها ده هو اهم الناس بجد وهو رفيقها في الدنيا، وهذا شيء اساسي بحق، وتحترم امه وابوه اكتر من امها وابوها يا ناس، وتنظم حياتها معاهم بكل فكر يا ناس حساس، وتنسى ثقافة زوجك على ما تعوديه تلقيه، دي ثقافة فشلة برضو يا ناس، والتبحي شيء حقيقي يضر. وابو الزوج يفهم ان دي بنته حتى لو ما كانش عنده بنت يا ناس، ويفهم ابنه الحفاظ عليها بكل احساس، ويكون ده اساس، وده يكون النصر ليه، ويأكد انه رب ابنه يا ناس. وام الزوج تشغل عقلها شوية وتفهم ان دي بنته واكتر شوية اذا كان عندها فكر يا ناس، وتفهم ان راحتها في المكان هيكون انتصار كبير لابنها، وتكرمها وتوصي ابنها، وبكده تبقى ام زوج مثالية بصراحة، سيده عظيمة زي الفل. وابو الزوج يساعد بنته بكل كلام على الاستمرار، ويسعى في هذا بقوه بلا استهتار، وزوج بنته ده ابنه بدام محافظ على بنته باستمرار في كل قرار بينهم في الدار. وام الزوجه تساعد بنتها دايما على الاعمار، وما تفرضش على زوجها اي قرار حتى لو كان بهزار، وتكون هادية في زيارتها لها وما تخترعش اي حوار. وللزوج والزوجة اقول ولابوهم وامهم احذروا تدخل خارجي بينكم يكون يبوظ هذا النظام المضمون، حتى من الاقارب مهما تكون، حتى نوصل أولادنا للاستمرار والاستقرار بحكمه في هذا الكون. يا ريت تفهموا كلامي وانتشاره بينكم يكون، يا ناس ياللي كرمكم رب هذا الكون العظيم بعقل يعرف الصح كيف يكون، وخلق آدم وحواء عبرة لكم وبداية لإعمار هذا الكون، وكانوا في الجنة ورفضوا النصيحة والتحذير بأن يبعدوا عن الشجرة فانتشر الهم في هذا الكون، فعلينا استخدام عقولنا في النصيحة والتحذير حتى نوصل للوضع المضمون، حتى لا نعيش في ذل في هذا الكون ونسير في غباء ونحن نعرف البعد عنه كيف يكون أباء وأمهات وأولاد. وإذا كان الاستمرار بينهم مستحيل فالانفصال باحترام أفضل قرار، وتحديد وأخذ الحقوق في هدوء يؤكد للجميع انكم ناس كرام اباء وامهات واولاد،
يجب علينا أن نصحح أي أخطاء بنا تكون.